وكان الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قد وجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 67 لتأسيسها. وبما جاء في الأمر اليومي للملك محمد السادس أن القدرة على استشراف المستقبل وضرورة التأقلم مع مستجداته الطارئة وكذا القيام بمهام متعددة ومتنوعة في كل الظروف والأوقات يستوجب العمل المتواصل على تطوير منظومة التخطيط والقيادة مع تفعيل شبكة واسعة من وسائل الاتصال والمعلوماتية من أجل تنفيذ المهام الأساسية بانضباط واحترافية. وأعلن الملك عن قرار بإنشاء المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا مهمته المساهمة في تكريس ثقافة المقاربة الاستراتيجية في التعامل مع إشكاليات وتحديات منظومة الدفاع والأمن في أبعادها الشاملة وخلق فضاء للكفاءات التحليلية المدنية والعسكرية. كما نوه الملك محمد السادس بالجهود التي يبذلها الضباط وضباط الصف والجنود بكامل مكوناتهم وإلى جانب نظرائهم في الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والإدارات الترابية في مجال تدبير الطوارئ والإنقاذ والتضامن الاجتماعي.